إنها لحظات. على مسافة تبعد ما يفوق 300 كيلومتر عن أقرب بر أقيمت الاحتفالات وخرج أهالي سقطرى الذين تشغلهم الكثير من مهام الحياة ليحتفلوا وليشاركوا أقرانهم في المدن والمناطق الأخرى المحتفين بعيد ثورة 26 من سبتمبر. الاحتفال الذي نظمته السلطة المحلية في الجزيرة اختار أكبر الساحات في حديبو، وبدأ الأهالي منذ ساعات الصباح الأولى بالتوافد إلى مكان التجمع. لقد كان يوما وحدثا مهما كما وصفه الأهالي، وهو حد قولهم أول احتفال رسمي أعقب الأوقات العصيبة التي عاشتها جزيرة سقطرى أثناء إعصار ميج وتشابالا. وقد امتاز الاحتفال بالطريقة السقطرية والرقصات التي يعود تاريخها إلى عهود قديمة ما زالت حاضرة في أكثر الرقع الجغرافية جمالا وسحرا.